بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن في زكاة القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يجب على المسلم أن يعتني بما يصلح قلبه، ويجتنب ما يفسد قلبه. والقلب يصلح بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من ذكر الله ليحيى قلبه. وكذلك القلب يحيى بالطاعات من أداء الفرائض والنوافل، وكذلك القلب يحيى بتلاوة القرآن، اكثار من تلاوة القرآن والتدبر والعناية به. كذلك القلب يحيى بمجالسة الصالحين والأخيار الذين يذكرون بالله عز وجل. والقلب أيضا في مقابل ذلك يمرض بفتنة الشبهات والشهوات، يمرض فتنة الشبهات مثل الشكوك والوساوس والأوهام والخواطر السيئة، وكذلك فتنة الشهوات، وذلك بالمعاصي والزنا والسرقة وشرب الخمر، تبع الشهوات المحرمة. لذلك حرم الله أشياء من المشتهيات حماية للقلب يتجنبها المسلم لأجل أن يسلم قلبه. والسمع والبصر كلها منافذ للقلب، يجب على المسلم أن يستعمل بصره، يستعمله فيما ينفعه ما يفيده، وأن لا يطلقه في النظر إلى ما حرم الله. وكذلك السماع، ما يسمع بأذنيه إلا ما يحيي قلبه، يتجنب سماع ما يميت قلبه أو يمرضه من الغيبة والنميمة والشتم والسباب. وكذلك سماع الأغاني والمزامير، هذه تمرض القلب وهي تأتي عن طريق السمع. ولهذا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسلم يعتني بقلبه وما يصلحه. وكذلك من أهم ما يصلح القلب أكل الحلال، أكل الطيبات الحلال،
تجنب المآكل المحرمة والمشارب المحرمة في الحديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنه يستجاب لذلك. فالمآكل الطيبة المباحة تطهر القلوب والمآكل الخبيثة تمرض القلوب. القلب يمرض كما يمرض البدن، فإذا اشتد به المرض يموت، فإذا مات القلب فلا فائدة في البدن. لذلك يعتني المسلم بقلبه وما يصلحه وما يحييه، ويتجنب ما يضر قلبه ويعميه. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه أمور مهمة للعبد أن يعتني بقلبه وما يصلحه ويحييه، تجنب ما يمرض قلبه ويميته. قال الله جل وعلا في المنافقين: في قلوبهم مرض، مرض شبهات، مرض الشكوك والأوهام، هذا مرض المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم. الباب الثامن في زكاة القلب: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال نعم زكى الشيء إذا نما. نعم، الزكاة تطلق ويراد بها النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، تطلق ويراد بها الطهارة، يراد بها الطهارة من النجاسة والحسية والمعنوية. نعم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من البخل من الشح، وتزكيهم تنمي الخير فيهم وتنمي المال. نعم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم، من أموال المسلمين، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وذكر الحكمة فيها أنها تطهرهم وتزكيهم، هذه هي الحكمة في الزكاة. وهذه الصدقة صدقة أي الزكاة، الزكاة تسمى صدقة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكاة. نعم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع نعم. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما. أي نعم، الطهارة والزكاة التي هي النمى والزيادة، يحصل لهم الأمران، إذا دفعوا الزكاة يحصل لهم الأمران، طهارة ونماء أموالهم وسلامتها. نعم. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن وبمنزلة الدغل في الزرع. فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. نعم. وبمنزلة الدغل في الزرع. نعم. وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. نعم. فكما أن البدن
إذا استفرغ، فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنمى البدن. فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوي واشتد. الناس يعتنون بالأبدان ويعالجون الأبدان بالأدوية وأنواع الأدوية الذهاب إلى الأطباء، لكن قليل منهم من يعتني بالقلب. القلب يمرض ولا يلتفت له، البدن إذا مرض أسرع إلى الطبيب وإلى أخذ الأدوية. نعم. فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة. وعلاج القلب إذا مرض، إذا مرض القلب فله علاج، له علاج ميسر بيدك تقدر عليه، وذلك بالتوبة. التوبة تطهر القلب وتنميه، وإذا لم يتب، إذا لم يتب إن هذه المعصية تعمل في القلب كما يعمل الجرح في القلب حتى تتطور، لأنها أهملت ولم تعالج فتطورت حتى ربما تقتل صاحبها. يجب على المسلم أن يعتني بقلبه، والعناية بالقلب ميسرة، هي مثل البدن قد تذهب تسافر للخارج وللأطباء في العالم، وقد توفق وقد لا توفق، لكن القلب علاجه ميسر عندك بيدك. التوبة إلى الله إذا أذنبت، الاستغفار، الاكثار من ذكر الله، هذا ميسر الحمد لله، لا يحتاج إلى أسفار ولا يحتاج إلى كلفة وتعب. نعم. فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوي واشتد، وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته. نعم، لأن القلب مثل الملك في البدن، كل البدن يخضع له، كل البدن والأعضاء تخضع للقلب وهو الذي يدبرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. الناس على دين ملوكهم كما يقولون. نعم. وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت. نعم. فلا سبيل له إلى زكاته. ولهذا ورد إن الجوارح كل يوم تكفر القلب، يعني توبخه وتقول: اتق الله فينا، فإنا بك، إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. نعم. فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته. نعم. كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. نعم، أمر بغض البصر، ما قال كفوا أبصاركم ولا تفتحوها، لا، قال غضوا من أبصار، يغضوا من أبصار، يعني ما يستعملونها إلا فيما ينفعهم، وينظرون إلى الأشياء المباحة والأشياء النافعة،
والاعتبار ويغضوها عن الحرام. ما قال لك غمض أو احزم عيونك، لا، قال غض من بصرك، يعني لا تمده إلى ما حرم الله وتنظر إلى ما حرم الله. نعم. وذكر النتيجة، غضوا من أبصارهم، ما هي نتيجة غض البصر؟ ذلك أزكى لهم، يعني أطهر، أطهر لقلوبهم. غض البصر تطهر القلوب. نعم، تطهر القلوب. نعم. كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الفرج يفسد بسبب النظر، أولا النظر، ثم يتطور الأمر إلى الفرج والحرام بسبب النظر. ما وقع كثير من الناس في الزنا وغير إلا بسبب إطلاق النظر إلى الأشياء التي تفتن أبصارهم وتتعدى إلى قلوبهم. يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه، فالذي يريد أن يحفظ فرجه يغض بصره، يغض بصره حتى لا يؤثر في نفسه وفي قلبه فيقع في الفاحشة، ذلك أزكى لهم. ثم قال: إن الله خبير بما يصنعون. أنت إذا نظرت إلى المحرمات الله يراك ويعلم ما يحصل منك وسيجازيك في الدنيا والآخرة على نظرك المحرم. واليوم المناظر الخبيثة كثيرة، تبرج النساء والاختلاط والنظر في هذه الآلات أو المواقع المستحدثة التي تعرض فيها الأشياء الفاتنة ينظر إليها. فأسباب الفتنة اليوم كثيرة، فعلى المسلم أن يحفظ نفسه منها ويبتعد عنها ويخرجها من بيته، هذه الوسائل الخبيثة يخرجها من بيته، وإلا فإنها ستقضي عليه وعلى أولاده. نعم. كما قال تعالى: التويترات والإنترنت والبلاوي هذه شيء لا أعرفه، لكن فضائح ظهرت على الناس. نعم. كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. نعم، غض البصر سبب لحصول الزكاة، وهي الطهارة، طهارة للقلب والخلق والعمل. ثم أمر المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة بما أمر به الرجل من غض بصرها وحفظ فرجها، فإذا غضت بصرها حفظت فرجها، وإذا أطلقت بصرها قادها إلى الفاحشة وإلى فساد الخلق. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، هكذا تدرج. لا تتساهل في النظر في هذه الأمور، لا تتساهل، أنت تجرح قلبك بهذا النظر. ولهذا ورد في الحديث أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، سهم يعني قذيفة، وين تروح؟ تروح لقلبك،
فأنت ترمي قلبك بالسهم، سهم مسموم من سهام إبليس، لا تتساهل بالنظر هذا. نعم. وله خاص أو مقصور على الذهاب إلى الأسواق والنظر إلى النساء، بل اليوم عم الشر في هذه الوسائل التي تعرض لك المناظر الخبيثة والمناظر الفاسدة. نعم، توفرها لك. نعم. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج، ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد. عن المحارم يعني المحرمات، ما هو غض النظر عن المحارم يعني عن محارم الإنسان من النساء، خواته وبناته، لا، المراد بالمحارم هنا المحرمات. ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد: عظيمة الخطر، جليلة القدر. إحداها حلاوة الإيمان ولذته. نعم، لأن من غض بصره فإن هذا يؤثر في قلبه حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا يزيد في الإيمان، وتجد به حلاوة في قلبك ولذة في قلبك تتمتع بها، كما أن النظر إلى الحرام يزرع في قلبك الشهوة فتجد في قلبك المرض، تجد في قلبك المرارة. نعم. إحداها حلاوة الإيمان ولذته، التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله. نعم، يعوضك الله إذا صرفت بصرك عن هذا المحرم، هذه الشهوة المحرمة، عوضك الله بها في الجنة أزواجا ومناظر بهية ونعيما. نعم. فإن من عوضك في الدنيا أيضا، عوضك في الدنيا، يسك الله زوجة صالحة، زوجة جميلة، زوجة. نعم. بدل ما أنك تتابع هالنساء وتطاردهن الله إذا غضضت بصرك عوضك الله من خلقه من النساء ما تتلذذ به في الحلال. نعم. حلاوة الإيمان ولذته، التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله. نعم، حلاوة الإيمان. فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. نعم. والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة. نعم، طبيعة في النفس حب النظر إلى الصور الجميلة. نعم. والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب، فيبعث رائده لينظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده. نعم. كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني شيء مصيبة، ما رأيت الذي لا كله أنت صابر عنه ولا عن بعضه، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، ما لك حيلة في هذا، بس تأثر على قلبك. نعم. كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، لا كله، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. نعم، تتعلق به، تمشي وراءه،
ما تصبر عنه. نعم. فإذا رأى امرأة جميلة صار يمشي وراءها ويتابعها إلى أن يدرك منها ما يريد. نعم. فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة. نعم. فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. نعم. فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليها القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم التعبد، ومنه تيمه الحب إذا عبده، وتيم الله عبد الله. نعم. فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له. نعم. وهذا كله جناية النظر. علي درجات المحبة، المحبة عشر درجات، أعلاها الخلة، أعلى الدرجات الخلة. نعم. وهذا كله جناية النظر، فحينئذ يقع القلب في الأسر، فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا، ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكوه، والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. وهذا إنما تبلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال نعم. تعالى: نعم، الإنسان عبد بلا شك، لا بد أنه عبد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره، ما يخرج عن العبودية. إذا كان عبدا لله صار مخلصا لله، إذا كان عبدا لغيره صار مشركا. نعم. فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. يوسف عليه السلام ابتلي بامتحانات، منها أنه صار في بيت الملك ومع زوجته، وقد أعطاه الله من الجمال ما لم يعطه لغيره، فافتتنت به امرأة الملك وراودته عن نفسه، لكنه استعصم هبا، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن رأى برهان ربه فصرفه عنها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السبب ما هو؟ إنه من عبادنا المخلصين، أخلص الحب لله عز وجل وطاعة الله، والله خلصه من هذه الفتنة. وفي النهاية قالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فنجح عليه الصلاة والسلام وانتصر. نعم. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه امرأة العزيز، لأنها مشركة وقعت فيما وقعت فيه من محاولة الوقوع في الفاحشة،
لأنها مشركة. وأما يوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من الفاحشة سلم منها، لكن بعد الامتحان، بعد الامتحان هذه محنة شديدة. نعم. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من ذلك. مخلصا لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا. اي نعم. الفائدة الثانية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، كل شيء قدامه من أسباب الفتنة، كله أمامه، أسباب الفتن كلها أمامه، الأبواب مغلقة والمرأة جميلة ومتزينة وامرأة ملك تطلب منه وهي سيدته، ومع هذا أبى عليه الصلاة والسلام، خلصه الله منها لأنه موحد لله عز وجل. نعم. الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. الفائدة الثانية في غض البصر، يعني من فوائد غض البصر. نعم. الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. نعم. فإن من غض بصره فإنه يستنير قلبه، يستنير قلبه ويصح فراسته وتوقعه. نعم. نور القلب وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. لم تخطئ له فراسة، الفراسة توقع الأشياء وتجي كما توقعها، هذه الفراسة. نعم. وقد ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم. للمتوسمين اللي هم المتفرسين في الأشياء، مستنبطين للأشياء. نعم. ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وأما قوم لوط إنما أوقعهم فيما أوقعهم النظر، أنهم ينظرون إلى الغلمان وإلى الشهوات فوقعوا فيها، ولذلك لما جاءت رسل الله لإهلاكهم، الملائكة معهم جبريل عليه السلام، لما جاءوا لإهلاكهم جاءوا يريدون الملائكة، لأن الملائكة جاءوا في صور جميلة، فجاءوا يريدون الملائكة يراودونه عن ضيفه، يراودون لوطا عن ضيفه، يريدون أن يقعوا فيه، فما كان من جبريل عليه السلام إلا أن لطمهم بجناحه فطمست أبصارهم، صاروا ما يرون شيء، طمسنا أعينهم، ضربة جبريل عليه السلام أعمتهم، هذه عقوبة لهم والعياذ بالله. هل أبصار اللي مرسلة في الفواحش ولا الله عاقبهم وسلبها منهم. نعم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، لأن الأعين هي السبب، فطمسها الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم قال: الله نور السماوات والأرض. نعم. لما ذكر غض البصر للرجال والنساء وحفظ الفروج قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، هذا مثال للنور المخلوق فيه الله جل وعلا، اسمه النور ومن
من أسمائه النور وصفاته النور، هذا نور الذات. وأما نور السماوات والأرض هذا مخلوق، مخلوق لله عز وجل. الله خلق نور السماوات ونور الأرض، نور المخلوق، مثل نوره النور المخلوق، لأن نور الله الذي هو صفته لا يمثل ولا يشبه، فهذا النور المخلوق الذي خلقه الله. والمراد به الإيمان الذي في قلب المؤمن، مثل نوره أي الإيمان الذي يكون في قلب المؤمن، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لأن المصابيح في ذاك الوقت توقد من الزيتون، من زيت الزيتون، لا شرقية ولا غربية، بين الجهتين، لا هي شرقية فقط موضحة للشمس ولا غربية فقط، بل هي بين، هذا أصفى ما يكون من زيت الزيتون. ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد. شوف المساجد مصدر النور، مصدر الإيمان، مصدر النور ومصدر الإيمان المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم قال: الله نور السماوات والأرض. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرمه الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. نعم، نور الله قلبه، نور الله قلبه حتى صار كالمصباح، كالمشكات التي فيها مصباح، لأنه إذا كان المشكات الكوة، يعني إذا كان فيها مصباح فإنها تجمع النور، ما يتفرق النور، يصير أقوى للنور، تجمعه هذه الكوة. نعم، هذا صدر المؤمن وقلب المؤمن يصير فيه نور مثل هذا. نعم، بسبب غض البصر وحفظ الفرج. نعم. فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. نعم. فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. نعم. فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق، انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدئت لم ينطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. نعم. الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله. الفائدة الثالثة من فوائد غض البصر. نعم. الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين ويهرب الشيطان منه، كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. نعم. ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بهذا الشرط، إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. نعم. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذا كنت تريد العزة اطلبها من الله، لأن العزة بيد الله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم.
وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله. نعم. بالكلم الطيب والعمل الصالح. نعم، من كان يريد العزة، فإن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا كنت تريد العزة أطلبها من الله بالكلام الطيب وبالعمل الصالح. نعم. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك، بأبواب الملوك، نعم، ولا يجدونه إلا في طاعة الله. ما تجد العزة الصحيحة إلا في أبواب المساجد، ما تجدها في أبواب الملوك. إذا كنت تريد العزة فعليك بالمساجد، لا تروح لأبواب الملوك. نعم. وقال الحسن: وإن هملجت بهم البرادين وطقطقت بهم البغال. الحسن البصري يقول: إن الملوك وإن نالوا منها الدنيا وما نالوا ما داموا على غير طاعة الله فإن ذل المعصية في قلوبهم، ذل المعصية في قلوبهم، وهم مظاهرهم فخمة لكن هم أذلة في قلوبهم. نعم. وصاحب الطاعة عزيز، وإن كان في أثواب الرثة وفي مظهر يعني دني دون مظهر دون، لكن قلبه كلام على قلبه، ما هو الكلام على مظهره، تجده عزيزا وإن لم يكن بيده شيء، تجده مطمئنا، تجد وجهه مستنيرا مرتاحا، وذاك مهموم. الملك اللي ما هو مؤمن مهموم مغموم، وإن كان في مظهر بهي وفي أبا، ذل المعصية في قلبه، وهذا عز الطاعة في قلبه، فرق بين هذا وهذا. نعم. وقال الحسن: وإن هملجت بهم البرادين وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم. نعم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم. وذلك أن من أطاع الله فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، كما إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. نعم. وذلك أن من أطاع الله فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، كما في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نعم، هذا الدعاء حديث، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، علمه لسبطه الحسن. نعم. والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه خطوات الشيطان، من اتبعها فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نعم. وذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي في سورة النور، كما في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. وذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. نعم. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: ذلك أزكى. نعم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني رجوعكم أزكى لكم، يعني أطهر. نعم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها
كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني تطهر بالطاعة وذكر اسم ربه فصلى، هذه مزكيات المسلم. نعم. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ قال في خطابه لفرعون لما أرسله الله إليه، هو جبار عنيد دع الربوبية، ما قال له أنت خبيث أنت كافر أنت، قال له هل لك إلى أن تزكى؟ يعرض عليه عرض يعني تتطهر، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ يعرض عليه عرض، ما يقابله بالقوة والقسوة، لأن الله قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فاللي غلظون على العصاة ما يصلح هذا، تأتيهم بالدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا سبيل الدعوة. موسى عليه السلام أمره الله بذلك. نعم. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، زكاة التوحيد المراد بها زكاة التوحيد. المشرك ما عليه زكاة، ولو دفع الزكاة ما تنفع حتى يسلم، لكن المراد بالزكاة هنا زكاة التوحيد. لا يؤتون الزكاة يعني لا يوحدون الله ولا يعبدونه، لأنها تزكيهم وتطهرهم. نعم. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب. نعم. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة. نعم. وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء، فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنما يحصل بإزالة الشر. قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه، زكاها بأي شيء؟ بالطاعة، يعني طهرها من دنس المعاصي والشرك والكفر إلى الطاعة والتوحيد والعبادة. نعم، هذه تزكيتها. نعم. ولهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا، فأصل ما تزكو به الزكاة تطلق ويراد بها زكاة النفس بالطاعة، وتطلق ويراد بها زكاة البدن. كيف زكاة البدن؟ نعم، زكاة البدن بدفع صدقة الفطر، دفع صدقة الفطر، هذه زكاة لإيش؟ للبدن. زكاة المال، الزكاة ثلاثة أنواع: زكاة النفس، زكاة البدن، زكاة المال. نعم. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة. وإثبات إلهيته سبحانه هو أصل كل زكاة ونماء، فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. نعم. والتزكية جعل الشيء زكيا، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال: عدلته وفسقته، إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاها. نعم، تزكية النفس مأمور بها ومنهي عنها. كيف؟ مأمور بها بالطاعة، زكيها بالطاعة والعبادة،
ومنهي عنها بالمدح، تمدح نفسك وتكمل نفسك، وهذا ما يجوز. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني اليهود، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تزكية النفس بالطاعة وذكر الله هذا مطلوب، أما تزكيتها بالمدح والثناء والرفع الترفع على الناس هذا مذموم. نعم. وعلى هذا فقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو على غير معنى قد أفلح من زكاها، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقب ذلك هو أعلم بمن اتقى. وكان ولهذا قال عقيب ذلك هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة فقال تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال الله أعلم بأهل البر منكم. نعم. وكذلك قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكي الشاهد فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته، وهذا بخلاف قوله قد أفلح من زكاها، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله فتصير زاكيا. ومثله قوله تعالى قد أفلح من تزكى. وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله زك، وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله زكاها، فقيل هو الله، أي أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دساها، وقيل إن الضمير يعود على فاعل أفلح وهو من، سواء كانت موصولة أو موصوفة. فإن يعني يكون من زكاها صاحبها، زكاها يعني صاحبها. نعم. وقيل إن الضمير يعود على فاعل أفلح وهو من، سواء كانت موصولة أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. والأولون يقولون من، وإن كان لفظها مذكرا. هذا بحث نحوي، بحث من جهة النحو. نعم. والأولون يقولون من، الأولون يعني من النحويين. نعم. يقولون من وإن كان لفظها مذكرا، فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى وبلفظ المذكر مراعاة للفظ، وكلامهما أو وكلاهما من الكلام الفصيح، وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها، فالأول كقوله ومنهم من يستمع إليك فأفرد الضمير، والثاني كقوله ومنهم من يستمعون إليك. لأن يعني من تحتمل الفرد والجماعة، من تحتمل الفرد والجماعة، ولذلك تارة يعود الضمير إليها مفردا وتارة يعود إليها مجموعا اعتبار معناها. نعم. قال المرجحون للقول الأول يدل على صحة قولنا ما رواه أهل السنن من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن أن المزكي هو الله. نعم. فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن الله هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية. بل الله يزكي من يشاء. نعم. فتصير زاكية، فالله هو المزكي. فيجمع بين المعنيين، فالمزكي يكون هو الله، هذا هو الأصل، ويكون هو صاحب النفس. نعم. نعم. فالله هو المزكي والعبد هو المتزكي،
والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. قالوا: والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول، كقوله: قد أفلح من تزكى، وقوله: هل لك إلى أن تزكى، أي تقبل تزكية الله لك فتزكى. قالوا: وهذا هو الحق، فإنه لا مفلح إلا من زكاه الله. قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس، فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي: قد أفلح من زكى الله نفسه. وقال ابن زيد: قد أفلح من زكى الله نفسه. واختاره ابن جرير. وقالوا: ويشهد لهذا القول أيضا قوله في أول السورة: فألهمها فجورها وتقواها. قالوا: وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها، وذلك هو معنى التسوية. قال أصحاب القول الآخر: يكفي، يا طال على هنا. نعم، أقف هنا يا شيخ. نعم، أكمل. نعم أكمل، لا أقف على هذا بحث لغوي نحوي. نعم. تجاوز يا شيخ إلى كلام قتادة. نعم، يقول: وقال قتادة: قد أفلح من زكاها من عمل. يكفي، قف على هذا، نجيه مرة ثانية إن شاء الله، راح الوقت الآن، ما بدي للأسئلة وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على الزوج أن يمنع زوجته من استعمال النت، أم يجوز له أن يأذن لها مع توجيهها ومتابعتها؟ يمنعها من ذلك، ما هو من مصلحتها، يمنعها من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بل يمنع نفسه، هو ما هو من مصلحته هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في مجتمعنا تنتشر رؤية النساء للرجال في الشارع وفي التلفاز وفي غير ذلك، ويقال إنه يباح للمرأة أن ترى الرجل إذا كان بغير فتنة، فما الضابط في هذا الأمر؟ نعم، إذا كانت تنظر إليه معجبة به ونظر فتنة ما يجوز، أما إذا كانت تنظر إليه نظرة عابرة من غير قصد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأسباب المعينة لنا نحن الشباب لحفظ شهواتنا وحفظ نظرنا حيث كثرت هذه الوسائل الجالبة للشر والفتنة؟ هل من نصيحة جامعة في ذلك؟ ما أبلغ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فأنتم شباب احرصوا على أن تتزوجوا، وإلا إذا لم تقدروا على الزواج فتعففوا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. تعففوا وصونوا أبصاركم وصونوا أنفسكم من وسائل الشر وابتعدوا عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يرسل بعض المقاطع التي فيها فوائد لكنها قد تحتوي على الموسيقى أو على صور النساء؟ كل ما فيها خير لا تستعملوها، والخير موجود بدونها، خير موجود بدونها والحمد لله. نعم، بدل ما تقرأ في المقاطع اقرأ بكتاب يا أخي، اقرأ بالقرآن أعظم شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن الخلة هي أعلى مراتب الحب، هل هي أعلى من العشق والتتيم؟ نعم، هي أعلى، ولذلك ما نالها من الخلق إلا إبراهيم عليه السلام
ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ما نالها أحد من الخلق مع الله سبحانه وتعالى. اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أليست الفراسة أمرا ظنيا ولذلك نهى الشارع عن الظن؟ وكذلك لا، 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 الظن السيء، ظن السوء هو المنهي عنه، أما الظن الذي فيه فائدة هذا ليس منهيا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل في تسمية الولد باسم حكيم يعتبر تزكية مدح له؟ لا لا بس. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل يدخل في تزكية النفس التسمية باسم فايز؟ كما لا ما يدخل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه، هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل ما هو من باب التزكية. نعم. صالح وفايز وصالح هذا من باب التفاؤل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يقول: ما الفرق بين السوء والفحشاء في هذه الآية؟ السوء أعم من الفحشاء، السوء كل أمور الشر كلها من السوء ومنها الفحشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في استعمال اللين مع أهل البدع عملا بقوله سبحانه فقولا استعمال إيش؟ استعمال اللين. نعم، إذا كان هذا يؤثر فيهم. يا أخي الكافر تستعمل معه اللين، فرعون استعمل معه اللين، إذا كان هذا يؤثر فيه فاستعمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أقيمت الصلاة ونحن في الطريق إلى الدرس، فهل نتوقف ونصلي مع الجماعة أم نكمل الطريق كي لا يفوتنا شيء من الدرس؟ لا، صلوا، أدركوا الصلاة أولا ثم تأتون للدرس إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السبيل الأمثل لحفظ السنة؟ نعم. ما السبيل الأمثل لحفظ السنة والأثر؟ إذا وجدت عالما تحفظ ويشرح لك هذا هو سبيل، أما تحفظ بدون أن تتلقى من عالم معاني ما تحفظ هذا حفظ لا يفيدك شيئا. نعم، الحفظ مجرد الحفظ ما يكفي، لازم تحفظ على أحد العلماء ويشرح لك، هذه طريقة التعلم والتعليم. نعم. فضيلة الشيخ، يحفظون قراءة اليوم يشرحها المدرس، ويحفظون قراءة غد ويشرحها، وهكذا شيئا فشيئا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة، وما معناه؟ السدل، السدل نهى عن الإسبال في الصلاة، بل أمر المسبل أن يعيد الوضوء، هذا اللي أعرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في يوم الجمعة وأثناء انتظار المصلين للخطيب في بلدنا، يأتي قارئ ويجهر بقراءة القرآن عن طريق مكبر الصوت حتى يأتي الخطيب، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا بأس، هذا تذكير، سواء كل يقرأ لنفسه أو يقرأ واحد والبقية يستمعوا حتى يحضر الخطيب، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أوصى أخاه بشراء حاجة، فلما أحضرها لم يأخذ منه ثمنا، فحلف صاحب الحاجة أن يأخذ حقه وأن يأخذ الثمن، فقام بأخذ ريال واحد وتنازل عن الباقي. السؤال:
هل على الحالف كفارة يمين علما بأن قيمة الحاجة تساوي 100؟ لا، ما يحل اليمين، ما يحل أخذ ريال واحد، ما يحل أخذ ريال واحد، لابد من أخذ القيمة كلها حتى يبر بيمين الحالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبيب يريد العمل في بلاد الكفر لمدة أسبوع في السنة بقصد التوسعة في طلب الرزق، يقول طبيب يريد العمل في بلاد الكفر لمدة أسبوع في السنة بقصد طلب التوسعة في رزقه، يقول مع العلم أن تلك البلاد التي سيذهب إليها تشترط شرطا في المتعاقد معه لا يتوفر في هذا الطبيب، ولكن رب العمل قد رضي بذلك، هل يجوز له الذهاب وعمل هذا العمل؟ صاحب العمل اشترط شرطا، أن تلك البلاد تشترط شرطا في المتعاقد معه لا يتوفر في الطبيب، ولكن رب العمل قد رضي بذلك. إذا كان أنه ما يلزم على هذا مؤاخذة من جهة الدولة، إذا خالف النظام، إذا كان ما يترتب عليه عقوبة فلا بأس، المعاملات على الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إزالة الشعر المباح إزالته عن طريق الليزر، إزالته نهائياً فلا يخرج بعد ذلك أبدا؟ هذا يشاور الأطباء، وأظن ما يصلح هذا، لأن خروج الشعر فيه مصلحة للبدن، فإذا لم يخرج يتضرر البدن، لكن يشاور الأطباء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل فتح حساب بنكي في البنوك الربوية يعتبر جائزا للحاجة؟ فتح إيش؟ حساب في بنك الربوي يعتبر جائزا للحاجة؟ يصدها الإيداع للحفظ، هذا ضرورة الآن، وين يروحون الناس في أمواله؟ الإيداع لأجل الحفظ فقط لا بأس، أما الإيداع لأجل الاستثمار ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أعزب وفقير وأريد الزواج، فهل أقبل الزكاة إذا أتتني؟ أنا شاب أعزب وفقير وأريد الزواج، فهل إذا أتتني الزكاة أقبلها؟ لتتزوج منها لا بأس، لأن الزواج ضروري من ضرورات الحياة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أعاني من سحر قد مسني، فقال لي أحد الإخوة تكرر آية الكرسي 100 مرة وقوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، سؤاله هل هذا العمل مشروع؟ اسأله عن الدليل على هذا، إن جاب لك دليل على هذا لا بس، أما ما في دليل لا، ما يصلح هذا تحديد آيات أو تحديد سور بدون دليل أو تحديد عدد بدون دليل، ما يقبل هذا، ولكن القرآن كله شفاء ولله الحمد، القرآن كله شفاء بوجه عام، ومنه آيات تخصص لبعض الأمراض مثل آيات السحر، تخصص للسحر تقرأ على المسحور، وكذلك سورة الفاتحة رقية بالنص والإجماع، كذلك الإخلاص المعوذتان يرقى بها المسحور وغير المسحور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أراد قراءة القرآن يوميا فما النصيحة في الورد الذي يحزبه كل يوم؟ يبدأ من أول القرآن إلى آخر القرآن، كل يوم يقرأ قسم يسمى الحزب، كل يوم يقرأ قسم من القرآن يسمى الحزب، حسب ما تضع لنفسه، طول الحزب أو تقصر الحزب ما يخالف، حتى تختم القرآن في النهاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: متى يجب على الشخص أن يفتي إذا سئل عن شيء من العلم؟ إذا كان عنده علم يفتي، إذا كان عنده علم. أما إذا لم يكن عنده علم فيقول: لا أدري. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لطالب العلم أن يصمت إذا سئل، إذا خشي على نفسه وأراد أن يتقوى أكثر في علمه؟ كما ذكرنا، إن كان عنده علم في الجواب عن هذا السؤال يجيب السائل، كان ما عنده علم يقول: لا أدري، ما كلف والله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حلق الإبط هل هو جائز أم لا بد من نتفه كما ورد في النص؟ تزيله، المهم تزيله بالنتف، بالحلق، بأي شيء، ما في، بس مقصود إزالته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لمعبر الرؤى أن يأخذ أجرة على تأويله وأن يجعل ذلك مصدر رزق له؟ ما كان هذا معروف عند السلف أو عند أهل العلم المعتبرين، ما كان هذا معروف. نعم. ثم تعبير الرؤيا إنما هو ظني، قد يصيب وقد لا يصيب. تأخذ شيئا على شيء، تأخذ مالا على شيء ما تدري هو صحيح ولا مو صحيح، ما يصلح، ولا تحط لك محل لتعبير الرؤيا، ما تحط تعبير الرؤيا مصدر ارتزاق، لأنه مظنون، قد يصيب وقد لا يصيب، وكثيرا ما يصيب، كثيرا أنه لا يصيب. نعم. فكيف تأخذ عليه مال؟ أما الرقية فلا بأس، لأن الرقية ورد أنه يؤخذ عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ولكن حتى الرقية ما تحترف الرقية، تجعلها حرفة لك، مصدر تعيش، ما كان السلف يعملون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: موظف أراد مديره أن يكافئه فقال: سأنتدبك 3 أيام خارج الرياض، ولكن لا تذهب إلى الانتداب، ستبقى في العمل وأعطيك هذه المكافأة. سؤال: هل يجوز لي أن أخذ هذا؟ يتبع النظام، إذا كان النظام يجيز له هذا فلا بأس، إذا كان النظام يمنع هذه حيلة وكذب، ما تصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جميع السنن، سنن الرواتب القبلية والبعدية، الأفضل أن يصليها في بيته؟ نعم، الأفضل يصليها في بيته، وإذا صلاها في المسجد فلا بأس. نعم، الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول الرجل بسم الله قبل أن يبدأ في الصلاة وأن يكبر تكبيرة الإحرام؟ يقول هذا ما ورد، هذا ما ورد أنه قبل الصلاة يقول بسم الله، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي أخ صغير يتيم الأب، فما كيفية التعامل الشرعي معه؟ وهل إذا ترك الصلاة أقوم بضربه؟ عنده إيش؟ عندي أخ صغير يتيم الأب، ما كيفية التعامل الشرعي معه؟ وهل إذا ترك الصلاة أقوم بضربه؟ أنت ولي عليه، إذا كنت واليا عليه إنك تضربه ضربا غير مبرح، ضرب بقدر ما يؤلمه، لكن ما يصل إلى حد جرح الجلد أو كسر العظم. نعم، ضرب تأديب، ما هو ضرب تعذيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: إذا كنت أصلي وكنت في أول الصلاة في أول ركعة فطرق الباب، فهل لي أن أقطع الصلاة؟ لا، الصلاة ما تقطع إلا لخطر، لتلافي خطر عليك ولا على غيرك، تلافي خطر، إنقاذ إنسان من مهلكة، لا بس. أما قطعها لغير ذلك فلا يجوز. نعم. لكن تنحنح، إذا طرق الباب عليك أحد تنحنح حتى يعلم أنك في صلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول الخطيب في خطبة الجمعة، قوله: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
ويستمر على هذا في خطب الجمعة. ما في بأس يا أخي، ما في بأس، يقول أقول قولي هذا، ما في بأس، مش فيه من المحذور، يقول أقول قولي هذا واستغفر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إفراد عاشوراء بالصيام؟ نعم يجوز إفراد عاشوراء بالصيام، لكنه أقل أجر من الذي يصوم يوم قبله، هذا يعمل بالسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك يسأل يقول هل نصوم على ما ورد في التقويم الأربعاء أو نصوم الخميس إذا أفردنا؟ الأحوط أنك تصوم يوم في هذه السنة، الأحوط أنك تصوم يوم الأربعاء والخميس، لأنك إما تصادف التاسع والعاشر أو تصادف العاشر والحادي عشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تقسيم البدعة إلى بدعة كفرية وبدعة محرمة وبدعة مكروهة هل هو صحيح؟ نعم، البدعة ليست على حد سواء، بدعة كفرية كالبناء على القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذه بدعة شركية، والبدعة مفسقة وبدعة معصية، يعني البدعة ما هي على حد سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام؟ منهي عنه، هو الذي صح به الحديث إفراد يوم الجمعة، ورد حديث في النهي عن إفراد يوم السبت لكنه لم يصح، حديث ضعيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دعاء